السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 29/9/2022. بسم الله والله أكبر. بسم الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رزاق يا كريم، طبعا هذا هدف حديد ما بيخطش. فلس يوناني صغير، على أغلب يوناني السماء فلس ناعم. الحمد لله، استفتاحية مباركة إن شاء الله. يا رب يا رب يا الله. طبعا في الأيام المقبلة إن شاء الله نشرح لسه على كذا جهاز، كذا نوع هون يعني اللي أنا بتشتغل فيه هلق حاليا. الفترة هي عم نشتغل على الرادار او RDR ما يعرف. صدى والصدى بيعطي هدف نظامي،
وقتها بيطلع لفوق، شوفوا مثل ما كنتم شايفين بيروح الصوت الهدف النظامي، بصير يا بيلغيه على الأخير يا بصير بيقطش عليه. اليوم راح نكتفي هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اللقاء القادم إن شاء الله.